السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من الامانة. يوم الخميس، يوم الخميس كالعاده عارفين عزومتنا واكله ولمتنا، وده المطلوب ان احنا ناكل مع بعض، يعني يبقى ماشي الموضوع فردي شويه. فبنحاول نخلي يوم الخميس ده هو اخر الاسبوع مع الجمعه طبعا اللمه والقعده. المنيو بتاع النهارده منيو مصري، مش معنى كلمه مصري يعني اللي هو اكل مصري بس، لا، مصر كلها بتاكل الاكل ده وبتحبه، ولازم في الاسبوع او في الشهر مره مرتين يحصل. طيب قول لي بقى ايه المنيو عشان اعرف. كرنب، بط، موزه، حمام، تنجان، فلفل رومي، محشي، ملوخيه، باميه، هو ده اللي احنا بناكله وده اللي اتعودنا عليه. انا النهارده عايز اعمل اكله كده سريعه، هعمل كرومبايه صغيره بتتبيله محشي حلوه، وهشوف لو عندي حبه خضره كمان زي دول مثلا، نجيب تشكيله حلوه من المحاشي لو كوسه موجوده، تنجان رومي، فلفل رومي، ايا كان الموضوع نعمله برده محشي، والرز موجود، ونعمل تطجينه كده كويسه. المحشي النهارده اللي هعمله هو ملوش علاقه خالص، وما اقدرش اوجهه لاي ام، مش الامهات انسوني يعني، عدوا الطبق ده خالص. هعمله النهارده بس عشان اخواتنا الصغيرين اللي عايز يعمل محشي بطريقه سريعه، وهي نفس تتبيله الامهات اكيد يعني عشان ما تضربش. بس انا بقول ليه مش الامهات، عشان الامهات طبعا هم يعني بصوا المعلمين في المحشي. طيب هعمل المحشي بمرقه البط، وهعمل بطايه ونشوف هنعمل فيها ايه، ندخلها الفرن عشان تبقى ليها طعم كويس. الطبق الثاني جايب عندي جوز حمام، هعمله عندي طاجن بس بلسان العصفور وصوص بني كده يكون له طعم كويس. الطبق الثالث عندي موزه، هاخد منها واعمل ممكن طاجن باميه صغير، واخد منها مرقه واعمل حبه ملوخيه. الموضوع ما فيهوش صعوبه. تعالى اطلع فاصل، بعد الفاصل نخش في اكله بلدي. اهلا بكم مره تانية مع الام هنية. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم على اكلات مصريه شويه، وهي الاكلات دي بتلم. بس ملحوظه قبل ما اشتغل وقبل ما اطبخ ولا ابدا اعك او اي حاجه، المحشي مش بتاع رجاله، المحشي مش بتاعنا ولا بتاع شيفات، عشان اقول الصراحه. ولما بناكله باي حته في اي مطعم وفي اي فندق بيبقى طعم مش هو اللي احنا عايزينه، ومش هو ده المطلوب. المحشي امهات، محشي فلاحين، محشي صعايده، محشي بيت، هو ده المحشي، ما بيتاكلش في حته تانية. يعني لو انا اكلته في اي مكان انا شخصيا ما بقتنعش بيه مهما كان هو ايه، الله في السماء لو مين اللي عامله. المحشي لناسه، فانا هعمله عشان يبقى عملت محشي، وكمان اخواتنا الشباب الصغيرين يعرفوا طريقه الخلطه على السريع، ويبقى الموضوع برده متركب بشكل بسيط. دي ملحوظه، اي حاجه تانية ممكن اي حد يعملها، لكن المحاشي، الممبار، الكرش، الحاجات اللي هي دي بتاعت البيت ليها مكانها وليها ناسها، اي حد تاني يعملها حبدا بالجنزبيل. تعال نخش مع بعض على طول في الاربع اطباق، اسهل من بعض. رقم واحد هنشوف البطايه، نبدا نسلقها. اهم شيء عندي سلق البط بنظافه ويكون مظبوط، لان البط فيه دسامه عاليه جدا عشان جلده تقيل، وكمان كطيور ففي زفاره، فناخد بالنا شويه من النقطه دي. ويتسلق بحبه خضروات يكون ليهم ريحه حلوه وليهم طعم كمرقه. لو هاخد المرقه دي هسقي بيها المحشي يبقى انا برده متامن وزي الفل. ولو هعمل بيها مثلا حبه ملوخيه، او هزود على صينيه رقاق، او هشتغل بيها باي اكل بلدي، ابقى انا برده معايا مرقه نظيفه، وهو ده المطلوب. مرقه البط هي كل حاجه فيها. طيب ونسلق الكرومبايه بالمره عشان خاطر نشوف بتتعمل ازاي. ميه مغليه، ده للكرومب، حلو الكلام. بتحط لها حبه ملح وحبه فلفل، ماشي الكلام، مش كتير. والكرومبايه دي عشان كرومبايه صغيره، فانا هعمل ايه بقى، هسيبها كده نشوف هيحصل فيها ايه. حطها كده كامله عشان صغيره، في ناس تحب تقطعها، ده صح على فكره، بس دي عشان صغيره فهتنفش دلوقتي، هنشوف هتبقى عامله ازاي. ونغطي عليها وتمام، ملح وفلفل ومتشكرين. طيب الحاجه الثانيه البطايه، قبل اي شيء عايز اشتغل في خضره ليها طعم كويس. واحده واحده كده مع حضراتكم، جايبين حله كبيره بتغلي بالشكل دوت. ادي بصلايه قطعها كبيره، حلو الكلام. عندي كرفس وكرات، جزر، كل الحاجات اللي ليها ريحه حلوه بنحطها. ده للبط، فصوص ثوم،
كده، بعمل كده عشان يبقى ريحته طالعه وليه طعم كويس اهو. ماشي الكلام. واجيب عندي الخضروات العطريه بقى او الاعشاب، ورق الغار، الحبهان، وازود تشكيله حلوه من السبع حبات، والكبه الصيني، الحاجات دي كلها ليها ريحه حلوه قوي في السلق، ونزود الحبهان. ماشي الكلام. عايز العب شويه لو عندي اعشاب لا مانع، زي الروزماري او الزعتر حسب الموجود. ماشي. وهبهر برضو المرقه بتاعتي، فلفل اسمر حطينا، بس احط تاني برضو مبشور. حلو الكلام. طيب حطينا كل حاجتنا، البصل والثوم والملح والفلفل، ده بالنسبه للمرقه. اجيب عندي البطايه، بس اهم شيء في البط ان انا اكون منضفه كويس جدا. في حاجتين هشيلهم مع بعض على طول على السريع عشان نبقى واضحين برضو وعارفين بنشيلهم ليه، اللي هي الحته اللي في اخر، بص حركه، الحته اللي في اخر الجناح ملهاش لازمه، اللي هي دي بيسموها الزفره اهي، دي يا استاذ شفيق ملهاش لازمه عندنا في السلق. انا برضو حبيت ان انا اوضح، ممكن نشيلها بس لما نتكلم عنها في الواقع شويه بيبقى افضل. اهي دي عامه في كل الطيور ملهاش لازمه، ولو اي دهون انا شايفها ملهاش لازمه عندي هنا زي كده مثلا برضو براحتي حسب اللي مزاجي فيه، عايز اشيله وعايز مش عايز براحتي، انا هشيلها عشان انا شايف ان هي ملهاش لازمه زياده يعني. ماشي الكلام. والبطايه زي الفل وتمام التمام. هعمل كده واروح نازل بسم الله الرحمن الرحيم واسيبها عندي تتسلق. هروح اعمل ايه معاها بتتسلق عشان اخلي لها المرقه تبقى حلوه؟ طماطمايه مبشوره. حلو الكلام. واسيبها تاخد وقتها، ده بالنسبه لسلق البط ما خدش مني دقايق، وهسيبه وياخد وقته وايش حياته. قد ايه سلق البط؟ نقول مثلا من نص لساعه لربع حسب البطايه. البطايه دي مش بلدي، البطايه دي اجنبيه اكيد لا يعني، بس بطايه من بط المزارع. بط البلدي بيبقى افضل طبعا كمرقه وكطعم وكلون وكشكل وككل حاجه وكفايده قبل اي حاجه في الدنيا. طيب كده احنا حطينا البط وتمام التمام. عايز احط الموزه بالمره عشان تتسلق. طيب سلق الموزه عباره عن ايه؟ ما فيش حاجه، اي موزه بجيبها بديها عندي البصل والكرفس والكرات برده نفس التركيبه وكل الخضروات العطريه بتاعتنا، بس انا هعمل حاجه في الموزه واقطعها عشان هي كبيره شويه، فمش عايز تكون معايا فكره هتكش كده كده. بقطعها اهي كده بسم الله، نجيب اقوى شويه كده، بقطعها بالقطعه دي يا استاذ شفيق، ركز معايا اهي معايا ولا لا؟ اهو ماشي الكلام. كده كده هتكش، بس لما اقطعها انا بايدي دلوقتي تبقى اسهل مما تكون لوحدها اهو كده. الميه بتغلي اهم شيء في كل الاحوال عشان اطلع اللي انا عايزه كله. ومشغل عندي طاسه ثانيه احمر فيها حالا لسان العصفور بحبه زبده، حبه زيت عشان ما يتحرقوش، وتمام. دي اللحمه، الميه عندي بتغلي كده اهو، وابدا انزل. لو ضاني ممكن اديها عندي توم، لو ما كانش ضاني يبقى عادي جدا البصل والكرفس، الحاجات اللي ليها ريحه حلوه بس اهم شيء كده. حلو الكلام. وبهاراتي نفس الموضوع، ورق الغار والحبهان والحبشتغالات دي كلها بتبقى حلوه كده اهو. ماشي الكلام. حط لها ملح في الاخر عشان ما تبقاش ناشفه شويه. طيب عفوا، دي تتساب شويه وتاخد وقتها، يبقى احنا كده دخلنا في السلق. طيب عندي الحمام، الحمام طبعا هعمله بلسان العصفور، لسان العصفور والحمام ده طاجن ضعيف جدا في تسويته، ما فيهوش حاجه صعبه، اهم شيء بس ان انا اتبل الحمام كويس، وممكن نشمطه قبل ما نحطه في الحله او في الطاجن عشان يبقى ليه لون وشكله حلو، لان لو عملناه ساده تحس ان هو مسلوق، وانا مش عايز كده بصراحه. طيب هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ معلقه زيت كده، ومعلقه زبده، وكوبايه لسان عصفور، والمعلقه في ايدي عشان اقلب على طول كده على طول اهو، عشان احمص لسان العصفور يبقى ليه طعم من غير اي حاجه خالص، لسه ما حطيناهوش اي حاجه. هنحط له بصل، نحط له اي حاجه احنا عايزين نحطها، بس واحده واحده اهو، نتقلب شويه ونسيبه على النار. طيب
خلطه المحشي هي مش قصه ولا هي حكايه، ولكن بتعمل بمزاج شويه. عفوا. وده اللي قلته من بدايه الحلقه ان هي بتاعت الامهات، يعني الامهات هم اكتر ناس يقدروا يعملوا فكره المحاشي من غير ما حد يقدر يقرب منهم ولا حد يقدر يعمل زيهم. الموضوع ان هتجيب الاول معلقه زيت في حله بالشكل ده، وتجيب بصلايه مبشوره او مفرومه، خلينا مفرومه احسن كده كده اهو، وتجيب كمان فصين توم عشان مش تسبك قوي، هنخليها تلات ارباع يعني تسويه او ربع تسويه عفوا، يبقى يعني نايف نايف. بشوح البصلايه الاول مع فص توم، وعامل حبه دمعه، بقول بالكلام البلدي اهو، او بصلايه يعني تتعمل على شكل تسبيكه، وابدا هسبك صوص الطماطم بتاعي، وبعد كده هبدا احط عندي كوبايه الرز المغسوله والمنقوعه ومتصفيه، مغسوله ومنقوعه ومتصفيه، وبعد كده هبدا احط عندي الخضره بتاعتي. ايه احط الخضره بتاعتك؟ عباره عن ايه يا سيدي؟ عندي الكزبره، البقدونس، الشبت، عندي معلقه صلصه طماطم، عندي حبه نعناع لو حبيت افتكس، ما عنديش اي مانع خالص، وعندي حبه شطه وحبه كمون وحبه ملح، ده كله هيمشي معايا. شايف انت البصليه دي يا شفيق؟ شايفها ولا مش شايفها؟ ما تحرقهاش بقى، خليها زي ما هي كده، وابدا انزل عليها بعصير الطماطم عشان ما يبقاش فيه حموه. اهو كده. يا ام رحمه صباح الفل. الو. الو. ازاي حضرتك يا ام رحمه؟ ازيك يا شيف علي؟ اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ فاكرني انا اللي كلمتك الخميس اللي فات؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي يا ست الكل، اهلا بيكي. الله يكرمك، انا كنت مكلمك يوم الخميس. اهلا بيكي، تحت امرك. وقلت لي بتتصل عليا تاني. تمام. انا اديتك رقم التليفون. ليه؟ اديتك رقم التليفون بتاعي عشان توصلني لمدام ريهام، قلت لك انا ابني تعبان احمد. ومحدش كلمك؟ محدش كلمني والله، انا قلت نتصل عليك تاني لما انت قلت لي اتصل عليا. متأكدة ما حد كلمك؟ والله ما حد بيكلمني يا شيف علاء، والحالة تعبانة جامد، ده أنا طيب مش عارفة أوصف لك الحال. حاضر، ماشي يا ست الكل، حاضر يا أم رحمة. أنا مش هقول لك أنت رقم تليفونك. أنت قلت لي اتصل عليا. مش سامع. أنت حضرتك قلت لي اتصل عليا تاني. حصل. طيب. الله يكرمك يا شيف علاء. رقم تليفونه عندنا على فكرة. تمام، رقم تليفونه عندنا، تمام، حاضر يا ست الكل، ماشي. حاضر. تحت أمرك، شكرا جدا ليك، حاضر. أصل أنا مش ما قلتلكيش هات رقم تليفونك، لأن رقم تليفونك عندي مكتوب في ورقة عندي، أنا عارف. وكمان اديت لحد الورقه وصورتها على التليفون عندي، وهو قال لي هكلم حضرتك، فهنشوف، بس اكيد حد هيكلمك، لازم حد يكلمك. تمام. سن العصفور بيتحمر على مهله. صوص الطماطم ده انا بتبله براحتي، هاخد منه جزء للمحشي والجزء الثاني هشتغل بيه في حاجات ثانيه برضو. سيبه يتسبك شويه، ونجيب عندنا بوله فاضيه ونشوف هنعمل ايه. تمام. الكرنب زي ما قلنا بيتسابك شوية، ياخد وقته ويغلي ويعيش حياته. عفوا. الحمام أنا عايز أتبله تتبيلة على السريع، معلش في قبل ما أطلع فاصل أتبل الحمام، بس هتبله على السريع. جايب بوس حمام، ملح وفلفل، حبة بوس للطيب، ودي كمان البامية أهي منقوعة في مية، بس المامية دي ما لهاش غير الكبيرة. هجيب عندي فص توم، حبة بهارات، حبة ملح، ماشي الكلام، حبة فلفل أسمر، ماشي الكلام، ومن عندي أنا معلقة هريسة سبايسي شوية، وهقلبهم في مية بصل أهي كده. تبل الحاجة كويس عشان ده ممكن هشوحه نص تشويحة بس اللون يتغير شويه كده، وهسيبه ياخد وقته ويعيش حياته. وهنا عندي لسان العصفور شغال اهو، بص يا شفيق اللون اهو، شايف اللون ولا مش شايفه؟ بدا يتغير، ولازم اقلب على طول عشان يكون ايديا فيه على طول، ما فيهوش اي حاجه تبقى صعبه عليا. التسبيكه دي اول ما احس خلاص بدات تتسبك اهي على السريع قبل ما اعمل اي حاجه، هكون محضر عندي كوبايه الرز زي ما اتفقنا اهي، كوباية الرز مغسولة ومنقوعة، صفي بس حبة المية دول اهم. كده ادي الرز المصري بتاعنا، خضرواتنا، وزود الخضرة فيه عشان بيبان قوي
موضوع الخضره لو كان ايدينا سخيه ولا لا من موضوع الخضره، ده اللي اتعلمناه وسمعناه. وكمان عندنا فص الثوم اللي قلنا عليه عشان يدينا تيست حلو، معلقه صلصه الطماطم اللي اتفقنا عليها، ماشي الكلام. لو عايز احط حاجه سبايسي قرن فلفل حار مفروم ما عنديش مانع، ماشي الكلام. وهبدا اقلب دول كده مع بعض، خضره مع الرز مع الصلصه، واللي تسبكت ناخد منها معلقتين عشان هي دي خلطه المحشي. زيها ممكن نعمل بيها ممبار، في حاجات كتير قوي ممكن تكون شبيهه لبعض ولكن براحتنا. ادي كده واحده، ادي كده اتنين. ممكن نحطهم العكس على فكره ونقلبهم في الحله، ما عندناش مانع. انا بقول ده موجود وده موجود واحنا شغالين. المرقه بتغلي نوات كده، ايوه. عشان العصفور اتحمص اتحمر اهو، ماشي الكلام. وهنا خلطه المحشي تتقلب بالشكل دوت، حطيناش لسه بهارات، فلفل اسمر، حاضر حاضر، وحبه ملح. مش هزود ملح كتير عشان خاطر كده كده انا المرقه عندي متهيئه اللي هسقي بيها، واقلب كويس جدا. حلو الكلام ده كده، دي خلطه محشي عاديه وما اقدرش اتعدى على الامهات. عشان نبقى صريحين انا لازم اقعد اركز في الكلمه دي عشان ما نروحش في داهيه وكل الامهات يقول لك ده الواد ده بيعوق المحشي فعلا. ما ينفعش يعني اقول لكم ايه رايكم وتعلموا مني والتركيبه دي، هبقى انا بهزر. بعد ما المحشي يتسلق وناخد الورق بتاعه، بيبقى التقطيعه بتاعته ضعيفه قوي، يعني التقطيعه انا بتكلم مثلا في ورقه صغيره زي كده، حاجات صغيره قوي عشان تقدر تلف وتقدر تكون عامل اللي انت عايزه. كده اهو نحط بالراحه قوي، مش كميه كبيره. نجيب الاول حله، والحله بنحط فيها ارضيه. ايه الارضيه؟ حبه بصل، حبه ثوم، حبه ليمون، اي حاجه احنا ممكن نقدر نعمل بيها ارضيه عشان الحله ما تلسعش. طماطم، شرائح، كل الحاجات دي كلها بتتحط، وبعد كده بنبدا نعمل اللي احنا عايزينه كله. والورق زي ما حضراتكم شايفين انا بعمله اقطعه لان انا راجل كده يعني، اما الامهات بتعمل على الايد، وطبعا ما حدش فينا يقدر يتكلم على الامهات كده، بيعملوا كده يعني. انا بشوف الحاج عندنا تقعد تعمل كده كده، ما فيهوش قصه يعني، بس اهم شيء يترص كويس. وخدوا بالكم كمان الحاجه الاهم من المحشي ومن الكلام ده كله، المرقه بتاعته. بس انا العصفور خلاص اتحمص، هرفعه على جنب. بعد ما بعمل اللي انا عايزه كله شغل بقى السينما شويه، لان دي حاله محشي فاكيد هتاخد وقت في اللفه. فعملت الارضيه ووقفت انا وزمايلي الصبح، قعدنا نلف على قد ما قدرنا، وحطينا اللي احنا عايزين نحط كله. وبعد كده ببدا الف المحشي وابدا ارص كويس قوي داير ما يدور بالشكل ده اهو. طبعا احنا بقى لنا ساعه على الهواء، نعمل من نفسنا احنا بقى لنا ساعه وبنحشي اللي احنا عايزينه كله، وبنحط الكميه تكون قليله ونلف كويس اهو كده داير ما يدور. بعد كده نحط لها قرن فلفل مثلا في النص كده، وبتسقي الكميه اللي انت عايزها ده كده مثلا، وترص كويس وتعيش حياتك، وتحط المرقه لحد ما تغطي شويه، بس تكون مرقه سخنه ايا كان ايه المرقه اللي تحبها بقى، البط، اللحمه، الفراخ، ايا كان ايه الموضوع، وتعيش حياتك. تعالى اطلع فاصل. انا بضحك عشان صينيه المحشي جاهزه وانا عمال اتكلم على السلق واتكلم على الخضار، بس هي محشي بتاع الامهات ما فيهوش هزار، انا ما اقدرش اقتنع فيه حاجه. اطلع فاصل. اهلا بيكم مره تانية مع الام هنيه. طيب مراجعه سريعه كده على اللي كنا بنعمله قبل الفاصل. الحمام تبناه وحطيته ياخد لون زي ما حضراتكم شايفين، وسايبينه على الطاسه، ولسان العصفور بتاعه جاهز ومتحمص وموجود، فاضل بس ان هضم الاثنين مع بعض واديهم المرقه. بس المرقه اللي انا عاملها النهارده مرقه سهله قوي، عايز اخلي طعم المرقه بتاعتي ليها شكل مختلف. جايب مرقه عاديه عادي خالص، وجايب عندي نقول معلقتين من الديمجلاس، وحطهم عندي جوه المرقه بتاعتي، وابدا ابهر كل حاجه تمام التمام واشتغل كانها هي المرقه بتاعتي، عشان عايز اللون بتاع لسان العصفور مع الحمام يديني اللون البني اللي احنا عارفينه. تمام. واللحمه الموزه مسلوقه بتسلق اهي قدام حضراتكم، ما
ماشي الكلام يا استاذ شفيق، راجع سريعا كده معلش. تمام، وعندي هنا المحشي اللي احنا عملناه مع حضراتكم، بيتسقي واخد وقته، وادي البط زي ما حضراتكم شايفين، وعندي حبه مرقه موجودين. حاضر حاضر، ما تزعقش فيا كده يا حبيبي، انا غلبان. حاضر اهو، اتفضل كده كويس يا استاذ شفيق، انا تحت امرك يا بيه. والله يا بيه احنا ما هقول لك ايه. طيب اهو ده البط ماشي، وحبه مرقه بيغلوا كويسين قوي، هحط معاهم كيس ملوخيه عشان يدوني برضو طعم كويس قوي. سيب المرقه تعيش حياتها وتم التمام. طيب ايه تاني ممكن نخش فيه على طول؟ نكمل الطاجن ده وندخله الفرن ونريح نفسنا منه ونشتغل على طول. طيب ادي عندي ده خلاص خد لون، هرجع تاني نوت. هدي عندي بصلايه ناعمه، حلو الكلام، مع حبه كرفس وحبه كرات عشان يدوني طعم كويس. ايه هقلبهم شويه، وهزود عندي زبده تاني للحمام، وهشرب عليهم، وادخل كمان كله في طاجن واحد. تعال نطلع طاجن بالمره عشان نختصر الوقت. الطاجن البلدي ده يبقى موجود. طيب الباميه مش قصه، كلنا عارفين الباميه. هاخد حبه مرقه مع حبه عصير الطماطم اللي احنا سبكنا منهم حبه للمحشي موجودين، وهكمل عليهم الباميه برده بالمره، ونفس الموضوع هحطها عندي على النار واشوح براحتي خالص، وازود عليهم حبه كمان صوص طماطم كمان عشان دول قليلين. الكرنب اللي حطيناه من شويه بدا يتسلق زي ما حضراتكم شايفين، وبتشيل الورق بتاعه كده اهو. بص يا استاذ شفيق، معايا انت ولا مش معايا؟ معانا ولا انت فين؟ اهو دي الكرنبايه كلها على بعضيها اهي، يطلع بيتنسل كده مع نفسه. كده ماشي واضح، دول اتسلقوا ده شويه لسه، هنسيبها نفس الموضوع ونغطي عليها تاني، تاخد وقتها وتمام التمام. خلينا نعرف ده ايه، فصل يعني مفاجاه جميله. طيب الجهاز ده فصل، فكك منه تعال نروح للتاني. هنا المحشي شغال والمرقه شغاله وكله شغال. طيب يا سيدي لا نطلع فصل ليه، هو بتوكاس فصل فين محمد؟ اه معايا انت؟ طيب انا بس يعني هشوح شويه لسان العصفور مع البصلايه مع الكرفس، اقلبه كويس جدا، وابدا احط كله على بعضه في الطاجن مع المرقه ويخش الفرن، يبقى انا كده خلصت من ده. هبدا كمان هظبط خلاص تمام، شكرا يا شباب. هبدا هشتغل دلوقتي خلاص في الباميه، واشوحها الاول ببصلايه فص طوب عشان استطعم بيها، والصوص الطماطم بتاعها احنا عملناه مع بعض وشفنا الموضوع ماشي ازاي. النار اشتغل خلاص شفيق تمام، اعلي بس النار. يا ام زياد السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام زياد؟ الحمد لله، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس، كله تمام الحمد لله. الحمد لله. اموريني امر. انا بشكرك قوي على اكلاتك الجميله يا شيف، انا متابعاك. ربنا يخليك، ده شرف لينا يا ام زياد. وشكرا يا شيف على كل حاجه مبسطه لنا. الله يخليك يا اختي، ربنا يخليك. تسلم الايادي يا شيف. مش سامعك. بقول لحضرتك تسلم الايادي. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك يا اختي. ميرسي يا شيف على كل حاجه عملتها. ربنا يخليك، ده من ذوقك. انا متابعاك. اموريني امر. متابعاك على طول. ماشي يا شيف، شكرا. ده شرف لينا يا فندم. ماشي يا شيف، ربنا الله يخليك يا ام زياد. ماشي. انت عامله اكل ايه النهارده يا ام زياد؟ انا؟ انت؟ سمك. سمك؟ ايوه. بالهنا والشفا يا ام زياد، ربنا يخليك. انا بحب اموريني امر. بحب طريقتك قوي يا شيف في المكرونه بشاميل. عينيا الاثنين. حاضر، حاجه ثانيه؟ انا اتعلمت من حضرتك حاجات كتير قوي. الله يخليك، ذوق ليك، ذوق منك والله، ربنا يخليك. ماشي يا شيف، شكرا. شكرا جدا ليك يا ام زياد، عينيا الاثنين. اقول لك على احلى طريقه مكرونه بشاميل لصديقي اكيد زياد ابنك، ربنا يحفظه لك. طيب هرجع تاني هشوح لسان العصفور مع الزبده مع البصلايه مع الكرفس مع كل الحبشتكات دي كلها. بعد كده هبدا هشتغل عادي جدا، وابدا هضم الاثنين على بعض زي ما اتفقنا، والبوتاجاز كان واقف واحنا الحمد لله شغلناه وتمام التمام. المرقه دي عايزه مني الملوخيه، كيس ملوخيه بس متصفي كويس يعني مفكوك شويه، هعمل كده وهبدا اقلب كويس. بس احنا وقتنا لازم ننام عشان
الوقت ما يسرقناش. نقلب كويس قوي، اول ما احس خلاص بدا يتجانس مع بعضه ويتعايش، غلوه والتانيه ونرفع، ولا بتتغطى عليها ولا بتغلي كتير عشان ما نتضربش. ما نتضربش من امهاتنا، ده كلام كله النهارده ده خوفا. انا النهارده شغال ولا قلقان؟ والله العظيم ما بهزرش. انت مفكرني بهزر؟ اقسم بالله العظيم النهارده انا شغال بعمل اكل ده وانا قلقان. قلقان ان اي حد يعرف يعمله، بس انا امهاتنا الحاجات دي بتاعت الامهات، فهقرب منهم واعمل نفسي ناصح. هنتظبط بعد ما نروح، لما نمشي كويسين يبقى ماشي الكلام، لان الاكل ده مش اكل شفات. عشان نبقى صراحه، حتى تلاقيني انا شغال حريص عمال اعمل في دي مش عارف ايه، مش عيب لما نتكلم بصراحه. لاني خدوا بالكم كل حاجه ليها حاجه، كل شيف وكل طباخ وكل ست بيت، كل واحد بيعمل اكل ليه طريقته وليه سكته. سكه الاكل الشرقي بالذات والمصري بتاعنا امهاتنا، ما نحورش على بعض واقول لكم ان انا احلى محشي واحلى ملوخيه حاجه. في اكل بتاعي طبعا حضراتكم بتقولوا ده حلو او وحش، لكن نتكلم للامانه والصح والمظبوط. لا، الحاجات دي بتاعت الامهات. طيب ده خلاص كده اتشوح وزي الفل. هبدا اديله عندي المرقه بتاعتي بالديمجلاس كده. اول ما احس ان خلاص بدا يغلي غلو اكون محضر عندي كل حاجه في البريم. ادي البريم وادي الحمام متشوح كده في النص ومتبل وزي الفل، يخش عليه على طول ويعيش حياته. والملوخيه شغاله، هنعملها طشه بفص ثوم ومعلقه كزبره ومحبه سمنه على السريع اهو كده. هات معلقه، ناخد معلقه سمنه، معلقه واحده دي كبيره قوي دي كده، ماشي الكلام. وادي معلقه الثوم ويتشوحوا مع بعض شويه، ودي للملوخيه ماشي الكلام. الباميه زي ما اتفقنا انا نقعها شويه عشان تبقى، عشان هي كانت مجمده طبعا مش فريش فموجوده، ونعملها صوص الطماطم اللي بتسلق بتعصق دلوقتي ده وشغال وتمام التمام. هنا ده الملوخيه شغاله اهي كده ماشي الكلام. ده يعلى على النار شويه ويبقى تمام. يا سندس عفوا سندس. الو. الو مساء الخير، ازيك؟ ازيك يا شيف، اخبارك يا جميل؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. تمام تحت امرك، امرين امرك. على فكره برنامجك جميل جدا 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 واحنا متابعينه. على راسي. وكنت عايزه اطلب من حضرتك بس طريقه المكرونه بالبشاميل، لان احنا بنعملها فبتلزق خالص وبتبوظ مننا. عينيا الاثنين. حاجه ثانيه، انتوا ساكنين فين ولا منين؟ برنامجك جميل جدا جدا. حضرتك منين؟ من الغربيه. احلى ناس، نبعتها لحد الغربيه جاهزه. تحت امرك، عينيا الاثنين حاضر. حاجه ثانيه غير المكرونه بالبشاميل؟ لا، انا متابعه الحلقه بتاعت النهارده جميله جدا جدا. يا رب تكون نعجب حضرتك، بشكرك جدا. تحت امرك وسلام كبير قوي للاهل الغربيه حبايبنا. طيب على ما اعتقد ان احنا ماشيين تمام. نصفي كمان الباميه دي عشان ننجز وقتنا، لان انا عارف المخرج هيروح يقول لك ايه، ما تطلعني اللي مربي غير اللي اشتري يا شفيه اهو. شفت؟ قال لك طلعني فاصل قبل ما اتكلم. انا عارف شغل المخرجين ده، يعني دماغهم ربنا يبارك لهم. انا ما غلطتش فيك، انت دماغك فيها حاجه هتنكر ولا ايه؟ بص الباميه دي شفت ليه؟ مش سامعك. طيب انا خلاص كده الباميه دي تمام، الملوخيه عفوا تمام، الطشه بتاعتها اهي، ريحه السمنه حلوه، وعندي معلقه كزبره على السريع، وتشوحوا كويس اهي معلقه الكزبره عشان دي حطها كلها. يلا كده اهو دي خلاص خلصانه وتمام التمام. ده تمام كده، يخش على طول الفرن يكمل بقيه حياته. شايف الكلام يا استاذ شفيق؟ ده حرام كده، ويتساوى ويشرب ويعيش حياته جوه الفرن على السريع. الدور التحتاني كده اهو ماشي الكلام. ودي الطشه اهي يا استاذنا، الطشه ادي الطشه، نعمل كده على طول
وحبة كمان هنا كده، كمان واحدة عشان تبقى موجودة، تبقى تمام التمام. ودي ما فيهاش افتكاسة كبيرة قوي أصلا، الملوخية عامة كلنا عارفينها وتتغرف على طول من غير مجادلة عشان ما تغليش أكتر من كده، وده مش صح لما تغلي. أدي الملوخية أهو قوامها كويس وطشتها باينة وريحتها عالية. شوف الكلام المترتب. طيب اللحمة خلاص كده اتسلت وبقت زي الفل، والمحشي باين عليه الكلام، البط باين برضو عليه الكلام، فاضل عندي البامية وتمام التمام تسخن براحتها تاخد وقتها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعمل الاكل كويس عشان ما نتضربش بعد ما نخلص هوا. تعال اطلع فاصل نروق المكان ثم نواصل. اهلا بكم مره تانية مع الام هنية. طيب قبل الفاصل كنا مسبكين الصوص طماطم بتاع الباميه وحطينا عليها الموزه، صفيناها من المرقه، فلفل حرف النص كده يدي طعم حلو. وانا من الناس اللي بحب بصراحه ربنا موضوع الباميه ده بيتاكل تاني يوم مش اول يوم، تحس ان بيقدم شويه كده ويبقى طعمه كويس. فلفل حار وسيبها تتسبك وتاخد وقتها. طيب البطه بعد ما تتسلق بنصفيها كويس قوي، وبعد كده نبدا نتبلها، ندخلها الفرن، نحطها على الطاسه نشوحها براحتنا، بس هي اتسلقت وزي الفل وتمام. انت تاخد لها عشان ده بط مش بارد زي ما اتفقنا، كله مثلا سكه الساعه مش اقل من كده. انا على ما اعتقد ده خد كده، البطايه هي لسه يعني قدام حضراتكم لسه ما خلصتش، بس تاخد لها مش اقل من ساعه. بس طبعا مش ينفع نيجي اخر الحلقه نقول لسه كمان تلت ساعه نطلع البطايه، هنطلع المحشي على ايه يعني؟ فمش هزار. طيب انا هعمل ايه؟ هتبلها بملح وفلفل واحمرها طريقه بيتي خالص اهو كده، حبه ملح، ونجيب البطايه كده اهو ونبدا ننزل بيها على الحله، ممكن معلقه زيت كده ونسيبها. ليه ما عملتش العكس؟ عشان مش عايز طشه الميه اللي في البط تطلع وتحرق الدنيا. يعني ايه؟ يعني لو سخنا زيت قوي ونزلنا بالبط على الزيت، الطبيعي البط مسلوق ففي ميه فهتلاقيه مطرطش، فعملت العكس، سبت الاول الحله تسخن وجبت البطايه نزلتها على وشها وحطيت الزيت والحله كانت سخنه. المحشي زي ما حضراتكم شايفين ما خدش مننا وقت، اتشرب وطلع وتمام التمام. الملوخيه زي الفل. تعال نبص على الطاجن نشوف اخباره ايه. تمام يتشرب بس، وكان نطلعه على طول وما فيهوش حاجه غير بس المرقه بالدنيا جلاس تشرب لسان العصفور ويبقى زي الفل، ويطلع على طول لحضراتكم. والطاجن الباميه شغال برده اهو، احنا كده في الامان. على شويه النار على البطايه و ثانيه واحده. تمام. طيب المكرونه بشاميل هي ما هياش قصه، على قد ما هي ممكن تلزق زي ما حضرتك بتقول، او ممكن المكرونه تكون مستويه زياده على اللزوم، او صوص البشاميل يطلع فاشل، فده وارد مننا كلنا اكيد، فما تقلقيش. القصه كلها في ان حضرتك بتسلق المكرونه بوقت قليل، ما تخليهاش ربع ساعه على النار، هتلاقيها تفتح وتبقى عامله زي لو هي مكرونه بن قلم، هتلاقيها مقصوصه لان شكلها بقى صغير خالص، شربت ميه وباشت واتكسرت، وقصه طويله. وغير التقليب بقى، التقليب عايز انها تستوي، وهي اصلا المكرونه عايزه تقلب ولا عايزه تستوي، هي مكرونه يعني في حبه ميه في حبه زيت حبه ملح، سبع دقائق بالكثير قوي تسع دقائق هنطلعها تكون بتقرمش السنه، مش هندقها اكيد يعني سهله. صفيها على جنب، هاتي خمس معالق زبده وخمس معالق دقيق، او خمس معالق زبده او اربع معالق واربع معالق، وشوحي الاول الزبده وانزلي بعد كده الدقيق، النسبه تكون متقاربه لبعض هيلعبكوا، انزلي عليهم بكوبايه لبن كبيره بالمضرب قلبي كويس قوي. عايز تحط بيضايه في النص ماشي الكلام، حبه ملح وحبه فلفل، جوز الطيب مش هيقول لك لا. عملتي صوص البشاميل. طيب اللحمه المفرومه ربع كيلو او نص كيلو لحمه مفرومه، تسبكها مع بصلايه ناعمه، فص ثوم ناعم، ونقلبهم كويس قوي، ملح وفلفل عشان الزفاره وعشان تفكك تبقى مفروله، كوبايه عصير طماطم، عملت صوص لحمه مفرومه. هتجيب عندك البايركس، هنا بقى هنتكلم في نقطه اللزق اللي بتلزق. لزق سهل قوي ما فيهوش صعوبه، انا بتجاز ده قرفني
مش عاجبني القصه دي. هات الناحيه دي. مش هينفع بقى انا اتلهي في الاسئله واتلهي في الاكل على اساس الاكل يستوي وبعد كده ماليش حاجه استوت. طيب خلينا نروح الناحيه الثانيه بقى عشان ننجز. طيب نرجع تاني زي ما كنا بنتكلم. فكره اللزق بقى، انا بجيب البايركس مش هيلزق مني على فكره، البايركس اللي هو الازاز. ولو صينيه او صاج او حاجه تكون سيلفر او حاجه بعمل ايه بقى؟ بجيب عندي الاول معلقتين زبده وادهن بيها كويس الارضيه، وممكن اديها تعفير الدقيق. عملت عازل. حاجه ثانيه حبه بشاميل من الصوص اللي عملته فعمل عازل. حاجه ثالثه عادي جدا حبه زيت بفرشه كده فمش تعمل معاك اي مشكله. نحط الاول حبه صوص بشاميل مع المكرونه مع اللحمه المفرومه، ممكن نقلبهم كلهم مع بعضين زي امهاتنا عادي جدا، او رقاقات. رق مكرونه، لا لحمه مفرومه، رق مكرونه، وفي الاخر بغطي الموضوع بالبشاميل وبضرب بيضايه احطها على الوش، او لو عندي جبنه هيبقى ده الافضل طبعا عشان يديني اللون اللي انا عايزه. ده موجود وده موجود. سهله قوي ما فيهاش صعوبه، تخش الفرن على طول ومحتاجين منها اللون ومتشكرين. خلينا نبص نشوف البطاطا دي نظامها بقى عشان انا ايه؟ اهي اتحمرت. تمام. دي بالنسبه لموضوع المشويات هو ما فيهوش قصه برضو. عفوا، المشويات بنجيب ايا كان ايه اللحوم، بس اهم من تتبيله المشويات ان انا لازم اخر التتبيله كويس جدا في الثلاجه. بجيب ميه بصل زي دي كده يا شفيق، معلش زي دي كده، دي ميه البصل ده الاساس للمشويات. بتتعمل ازاي الميه دي؟ بجيب بصل كتير وابشر كويس قوي وابدا اعصر بايدي، تاخد الميه اسيبها على جنب. طب التفل ده وديه فين؟ ولا حاجه، التفل اهو مؤاخذه يا شفيق معلش، ده التفل بصفيه كويس جدا واديله ملح وفلفل واحطه عندي على اللحم المفرومه واعمل منه كفته ايا كان ايه الموضوع. طيب هرجع للمشويات، طماطمايه مبشوره برده في النص، حبه ملح، حبه فلفل، حبه جوز الطيب قليلين، حبه سكر لو هعمل لحمه ضاني. سكر؟ اه سكر. ليه؟ عشان اخليها معايا تستوي بسرعه وتخليها محمره بس على الشوايه. دي يعني سر شويه. لما ابدا ارجع تاني ميه البصل والطماطم والملح والفلفل، جوز الطيب، بهارات مشويات من عند العطار، حبه زيت عشان اللحمه ما تنشفش مني على النار، واقلب كله مع بعض كويس جدا واسيب اللحمه تاخد وقتها براحتها في التتبيله. ممكن نتكلم من 5 ساعات لليوم، ما عنديش مانع، يعني اقل حاجه نص يوم بالعربي كده. ده تحطها في الثلاجه وتسيبها خالص، تغطي عليها، تاني يوم تسيخ الكفته او الكباب بتاعتك او التتبيله. الكفته بقى بالفلفل عفوا البصل المبشور مع الملح والفلفل بتتبلها كويس جدا، بتحط عليها نسبه الدهون ودي اهم شيء تخليها ملبسه وما تتحرقش منك وما تسيبش منك على النار. هي دي اهم شيء، ان تكون نسبه اللحمه واحنا بنجيبها من عند الجزار معروفه ان هي رايحه الكفته، مش جايب لحمه معروفه ان انا هعمل بيها تعصيجه ومش هي كفته. مش كل اللحوم الا لو عملتها كفته اللي هي البيتي وحطيناها في الصينيه فمربوطه. ده موجود وده موجود. طيب خلينا بقى نغرف عشان انا البطاطا دي خلاص كده الحمد لله اتحمرت، والطاجن ده زي الفل برضو. البطاطا دي انا هغرفها بسرعه ربنا على المحشي على طول. اه كده اهي كده اه بالشكل ده ماشي الكلام. تعالى نجيب كمان الطاجن ده خلاص خلص، ونطلع حبة البامية في طاجن حلو برضو كده. لحمة بالبامية. بس أنا من رأيي بقول نهدي النار عليها شوية وتسيبها كمان تلتاية ولا ربعاية، بس تهدي النار خالص ما تخليهاش عالية عشان الصوص لسه فاتح وحاسس إن البامية لسه بحالتها. فانا من رايي طبعا في اراء تانية براحتكم طبعا ان احنا ممكن ناكلها كده، بس انا شايف ان هي كده ما غمقتش شويه. تغمق ازاي؟ اكتر واكتر لما نخليها تستوي على نار هاديه وناكلها بكره مش النهارده، مع ليمونه كده على الوش وبالهنا والشفا كده اهو. وهطلع لحضراتكم الطاجن اللي في الفرن وكده خلاص خلصنا الموضوع كله. ده الطاجن، بسم الله. اهو يا استاذ شفيق
ده طاجن الحمام بلسان العصفور. خلينا نديله تقليبه ونعرف ايه الموضوع بيحصل ايه جوه. اهو بص بقى لسان العصفور كده معايا، انت شايف الكلام؟ اهو الحمام مستوي وزي الفل، ولسان العصفور واخد حبه دمجلاس ومديله اللون الجميل ده وزي الفل. طيب انت بكره في عندك متسابقين ولا مفيش مسابقه بكره؟ ما قلتليش اسامي الناس دي او مين اللي جاي بكره. انت عندك اعمار ما عندكش اسامي، ماشي الكلام. يعني عندنا ناس خبره بكره المفروض، صح؟ ياسمين ونعمه. طيب ماشي الكلام، خلاص متفقين. بكره ان شاء الله ميعادنا كالعاده كل يوم جمعه 1:30 الساعه 3 بكره ان شاء الله معانا ضيوفنا ياسمين ونعمه. يا رب ان شاء الله يجوا يعملوا اكل يكسبوا، مش شفت الحركه دي؟ يخسروا. انا عشان بكره الجمعه فممكن اطبق قوانين ذا تيست الصبح وممكن امشيها عادي، يعني الجزئيه الرخامه تطلع في ثانيه، بس ان شاء الله هيكسبوا وهيبقى تمام التمام. ده بكره ان شاء الله الصبح، وبالليل بكره ان شاء الله. احنا طبعا الاسبوع اللي فات يوم الجمعه اللي فات ما طلعناش هوا طبعا، لان طبعا كان وفاه الملك الله يرحمه ويحسن اليه ملك السعوديه، فما طلعناش الصبح هوا. وبالليل كمان احتراما طبعا للحداد لتلفزيون النهار ما طلعناش طبعا كل البرامج اللي ممكن تكون فيها تسليه او فيها تعبير عن اي كان الموضوع، فطبعا ما طلعناش ببرنامج ذا تيست، فاجلنا حلقه للجمعه اللي بعدها اللي هي بكره ان شاء الله. فيبقى بكره برنامج طبيعي جدا من بكره ان شاء الله بالليل، ربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه يا رب دايما. فبكره باذن الرحمن بالليل الساعه 10 مساء برنامج ذا تيست المسابقات، وهنشوف الموضوع بكره بيسخن اكتر وهيحلو قوي. بكره الحلقه على ما اعتقد الخامسه او السادسه، فلسه مكملين ان شاء الله، لسه فاضل شويه على الحلقات، فاضل حوالي 10 حلقات كمان او 9 حلقات، فلسه الموضوع في لعب جامد وفي مفاجآت اكتر واكتر. مفاجآت مش من علاء، هو اكيد مش انا اللي عامل برنامج لوحدي، اكيد معايا طبعا الزملاء. مفاجآت من المتسابقين، وكمان عندنا ضيوف جديده لسه ما حدش شافها. عندنا ضيوف من كل شفات انحاء العالم العربي، وكمان ناس جايه من اوروبا كمان، يعني في على ما اعتقد في شيف جاي جانا من نيويورك من امريكا كان موجود معانا، وشيفات طبعا من العالم العربي كله، مش موضوع اشهر بس هم طبعا كلهم مشهورين، كل واحد فيهم جاي يعمل حاجه، والحاجه بتاعت الاسبوع الجاي دي هتبقى موجوده قوي ان شاء الله مع حضراتكم. طيب دي كانت اكلتنا، يا رب يكون الموضوع كان ظريف وبسيط، حبه ملوخيه بحبه محشي وكمان حبه بط محمر، طاجن باميه ولسان عصفور بحمام. اشوفكم بكره، اشوفكم بكره، سلام عليكم.